ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فلا بد للنعم أن تشكر. نحن في نعمة من جهة الأمن، من جهة توفر الأرزاق، من جهة الصحة، من كل وجه ولله الحمد. لكن كثير من الناس إذا جلسوا في مجالسهم يتحدثون بأحاديث فيها كفر لهذه النعمة، يطلبون زوالها، يطلبون أن تزول عنهم، يطلبون الثورة والحرية وإلى آخره، يطلبون أوجها مما عليه الأمم المجاورة التي كفرت بأنعم الله، يطلبون هذا، يتحدثون به في مجالسهم وينشرونه بين الناس ويحرضون على الفتنة، يحرضون على الانشقاق، حذرون على الشقاق، حذرون على تفريق الجماعة. فاحذروهم يا عباد الله، وأنكروا عليهم وحاصروهم، ولا تتركوهم يوقدون النار في بلدكم. حاربوهم حتى يفشلوا، ولا تستمعوا لهم ولا تفتحوا لهم المجال حتى يفشلوا وينكف شرهم عن المسلمين.